بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى السلام. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم مع المحاضرة السادسة من محاضرات مادة تفسير 2، نلتقي خلالها مع سورة الحاقة، ونتناول فيها اسمها وترتيب نزولها وأغراضها ومعاني آيها. أما اسمها فإنها تسمى سورة الحاقة، وهو ما اشتهرت به في المصاحف وكتب الحديث وكتب التفسير. ودليل هذا الاسم ما أخرجه الإمام أحمد في المسند أن عمر بن الخطاب قال: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد الحرام، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن. وتسمى أيضا سورة السلسلة لقوله تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أما ترتيب نزولها فمن خلال الحديث السابق نقول إن هذه السورة نزلت قبل إسلام عمر، وعمر رضي الله عنه وأرضاه من السابقين الأولين إلى الإسلام. وقد نزلت السورة الكريمة بعد سورة الملك وقبل سورة المعارج، فهي سورة مكية باتفاق العلماء. أما أغراضها فالغرض الأبرز للسورة هو الحديث عن يوم القيامة وما يقع فيه من أهوال عظام بشيء من التفصيل، حيث استفتحت السورة بتعظيم هذا اليوم وتهويل ما يقع فيه. ثم ذكر الحق جل شأنه بعض الأمم التي كذبت بهذا اليوم فأهلكها الله في الدنيا، ثم ذكر بعض الانقلابات الكونية التي تقع إثر النفخة الأولى، وذكر من مشاهد هذا اليوم مفصلاً لما يقع لأهل الإيمان وما يقع لأهل الكفر. ثم يقسم الحق جل شأنه على أن القرآن تنزيل من رب العالمين، وفي ذلك برهان قاطع على صدق ما اشتمل عليه من أخبار وتحقق ما فيه من وعد ووعيد. أما معاني الآيات فإن الحق جل شأنه يفتتح السورة الكريمة بالحديث عن يوم القيامة فيقول: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. والمراد بالحاقة القيامة، هو يوم القيامة. ويوم القيامة سمي بالحاقة لأنه من الحق يقال، الحاقة من الحق يقال حق الشيء بمعنى ثبت، فلما كان هذا اليوم ثابتا وصادقا سمي بالحاقة. أو أن الحاقة من حق الشيء بمعنى غلب، فسمي يوم القيامة بهذا الاسم لأنه فيه يغلب كل من جادل في دين الله بالباطل. ما الحاقة؟ الأسلوب هنا أسلوب استفهام قصد به التعظيم والمعنى. أي شيء هذا اليوم؟ هل تظن أن هذا اليوم مما تدركه العقول؟ كلا، فهو أعظم من أن تحيط به العقول. وما أدراك ما الحاقة؟ الأسلوب هنا أيضا أسلوب استفهام قصد به زيادة التعظيم والتفخيم والتهويل لهذا اليوم، فإن هذا اليوم مما شأنه أن يسأل عنه لإدراك ما فيه. ثم ذكر الحق جل شأنه بعض الأمم التي كذبت بهذا اليوم فأذاقها الله وبال أعمالها في الدنيا فأهلكهم، ثم إن موعدهم يوم القيامة لجهنم وبئس المصير. فقال جل من قائل: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي كذبت هاتان الأمتان، أمة ثمود وهم قوم نبي الله صالح، وأمة عاد وهم قوم نبي الله هود، كذبتا بالقيامة وهو المراد بالقارعة. وسمي يوم القيامة بالقارعة لأن القارعة من القرع وهو ضرب شيء بشيء،
سمي بالقارعة لأن الناس تقرع فيه بأهواله والأجرام تقرع فيه فتزول. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان سنته الجارية في الأمم الكافرة فقال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي أن الله عز وجل قد أهلك أمة ثمود بالصيحة، وسميت الصيحة بالطاغية لأنها من الطغيان وهو مجاوزة الحد في الشدة. وقيل المراد بالطاغية مصدر بمعنى الطغيان، أي هلك الثمود بسبب طغيانهم وتجاوزهم الحدود في المعاصي. لكن التوجيه الأول هو الأولى، لأن الآيات الكريمة بيان لما أهلكت به الأمم وليست بيانا لسبب ما أهلكت به الأمم. وأما عاد فأهلكوا بريح، أي أن الله أهلك عادا بأن أرسل عليهم ريحا. ثم يصف هذا الريح بعدة أوصاف: أولا أنها صرصر، ومعنى صرصر أنها باردة شديدة البرودة، أو أن معنى صرصر أي لها صوت قوي، وكلا المعنيين صادق على الريح، فقد كانت باردة أشد البرودة وقد كان لها صوت قوي من شدة هبوبها. ثانيا أنها عاتية، والعاتية من العت وهو الرد مرة بعد أخرى، أي أنها من شدة هبوبها عليهم لم يستطيعوا ردها وما قدروا على الخلاص منها. ثالثا أنها سخرت عليهم، والتسخير معناه استعمال الشيء باقتدار، فقد سخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام. رابعا أنها كانت قاضية عليهم مهلكة له، حيث قال حسوما، أي أن سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فحسوما من الحسم وهو القطع، بمعنى أنها قطعتهم وأبادتهم ولم تبق منهم أحدا. أو أن المراد بالحسم التتابع، أي أنها كانت متتابعة عليهم منذ أن هبت عليهم من اللحظة الأولى إلى أن أهلكتهم في نهاية اليوم الثامن. أو أن المراد بالحسوم الشؤم وهو قطع الخير، فقد كانت الريح شؤما عليهم حيث أبادتهم فلم تبق منهم أحدا. ثم يصف الحق جل شأنه حال القوم حين أرسلت عليهم تلك الريح فقال: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي لو قدر لك أنك رأيت هؤلاء القوم لرأيتهم صرعى، لرأيتهم هلكا، لرأيتهم موتا، كأنهم أصول نخل قد قطعت رؤوسها خاوية، أصول نخل خاوية أي بالية أو لا جوف فيها. وكان القوم من ضخامة أجسامهم حينما ألقوا على الأرض هلكا، من ضخامة أجسامهم كأنهم أصول نخل باقية، كأنهم أصول نخل بالية، فهل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم من نفس باقية؟ كلا، إن الرياء إن الريح قد أهلكتهم جميعا. وجاء فرعون ومن قبله، ومن قبله قرئت بفتح القاف وتقدير الكلام: وجاء فرعون ومن تقدمه من الأمم السابقة هم، والمؤتفكات معهم، وهم القرى التي اتفكت أي قلبت على وجهها، جاءوا جميعا بالخاطئة وهو الخطأ الشنيع، أي بالشرك بالله والعياذ بالله. ومن قبله قرئت ومن قبله، ومعنى ومن قبله أي أتباعه وناسه ومن سار على دربه. وتقدير الكلام: وجاء فرعون وأتباعه والمؤتفكات جاءوا جميعا بالخطأ العظيم الشنيع وهو الشرك بالله. ولذلك قال: فعصوا رسول ربهم، فهذا هو الخطأ
الذي ارتكبه هؤلاء جميعا أنهم عصوا رسل الله تعالى، فكان عاقبتهم أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فقال فأخذهم أخزة رابية، أي عقوبة، أي أهلكهم بعقوبة زادت على عقوبة سائر الكافرين، كما أن أفعالهم زادت في القبح عن أفعال غيرهم. ثم بين الله ما أهلك به قوم نوح ونجى به نوحا ومن معه، فقال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما ارتفع الماء وجاوز الحد في الارتفاع حتى بلغ قمم الجبال حملنا آباءكم من مؤمني قوم نوح، حملناكم في الجارية، أي في السفينة، سميت بالجارية لأنها تجري وسط المياه، لنجعلها لكم تذكرة، أي لنجعل نجاة المؤمنين وأغراق الكافرين، لنجعلها أي لتكون لكم عظة وعبرة، وتعيها أذن واعية وتفهمها أذن حافظة سامعة عن الله فتنتفع بما سمعت به. وبعد أن ذكر الله جل شأنه بعض من كذب باليوم الآخر، ذكر بعدها مشاهد من هذا اليوم، فقال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أي إذا أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور وهو القرن نفخة واحدة لا يكررها، وهي النفخة الأولى، عندها يخرب العالم، فتحمل الأرض والجبال، أي ترفع عن أماكنها ولا ندري كيف ترفع، فإن ذلك من الغيبيات، فتضرب بعضها ببعض فتندق وترجع كثيبا مهيلا، فيومئذ وقعت الواقعة، أي إذا نفخ إسرافيل في السور قامت القيامة، وانشقت السماء يومئذ فهي واهية، أي تصدعت السماء فتكون ضعيفة بعد أن كانت قوية مستمسكة، وتكون الملائكة على جوانبها وحوافها، إذ لا يستطيعون البقاء فيها لضعفها ووهيها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يحمل عرش الرحمن يوم القيامة فوق رؤوس الأشهاد ثمانية من الملائكة، ولا ندري هل هم ثمانية أفراد أم ثمانية صفوف أم ثمانية أصناف، الله أعلم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، بعد أن يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية، حينئذ تخرجون من قبوركم ثم تحشرون إلى أرض الموقف فتعرضون على الله تبارك وتعالى، فلا يخفى على الله من أموركم شيء. ثم يفصل الله تبارك وتعالى حال المعروضين فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه، أي أن أهل الإيمان كل يأخذ كتابه بيمينه، فأم هنا حرف شرط وتفصيل، فأهل الإيمان يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم، فيقول الواحد منهم ها أم اقرأوا كتابية، أي خذوا، يقول لأصحابه وأقاربه وخلانه خذوا كتاب أعمالي فاقرؤوه، وذلك من شدة فرحه، فإنه حينما أخذ كتابه بيمينه أيقن أنه من الفائزين. أو معنى ها أم تعالوا، يدعو أحبابه وأصحابه وأقاربه فرحا وسعادة لما يرى، تعالوا اقرأوا كتاب أعمالي. ثم ذكر الله عز وجل علة الفوز فقال إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أخذت كتاب أعمالي بيميني لأني أيقنت في الدنيا بهذا اليوم فأعددت له العدة من الأعمال الصالحة. ثم بين الله عاقبة أمره فقال فهو في عيشة راضية، أي في عيشة يرضاها، فما فيها إلا النعيم الخالص، هذه العيشة أنها تكون في جنة عالية،
أي رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيمة دورها، قطوفها دانية أي ثمارها قريبة، يتناولها على كل حال، وهو نائم وهو قاعد وهو ماشي، ثم ينادى من قبل السماء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أي كلوا من ثمار الجنة واشربوا من أشربتها أكلا وشربا هنيئا، لا تتأذون منه بسبب ما قدمتم من الأعمال الخيرة في الدنيا. وبعد أن بين الحق جل شأنه حال أهل الإيمان، أعقبه ببيان حال أهل الكفر، جمعا بين الترغيب والترهيب، لأنه يكون أكثر تأثيرا في النفوس، حيث قال: وأما من أوتي كتابه بشماله، أي من يأخذ صحف أعماله يوم القيامة بشماله، فإنه يغتم ويحزن لما يرى في هذه الصحف من السيئات، فيقول حينئذ: يا ليتني لم أوت كتابيه. يتمنى أن لو لم يعطى كتاب أعماله ولم يدر حسابه، يتمنى أن لو كانت موتته الأولى التي ماتها في الدنيا كانت هي مطاف نهاية مطافه وقاطعة لحياته، فيتمنى الموت مع أن الموت كان أكره شيء له في الدنيا. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، جمعت المال الكثير فلم يدفع عنه من عذاب الله شيء، وكان ذا سلطان في الدنيا فذهب عنه سلطانه ولم ينفعه شيئا. يقول هذا الكلام لأنه يتحسر ويتندم على ما فاته من الإيمان بالله وعلى ما اقترفه من ظلم وبغي. عندئذ يأمر الله زبانية جهنم فيقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، أضعوا الغل في عنقه، ثم أوردوه جهنم يصلاها، ينغمس في عذابها. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي اجعلوه في سلسلة منتظمة حلقاتها طويلة لا يعلم طولها إلا الله، فإنا لا ندري طول الذراع الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراع، أي طولها 70 ذراع. والتعبير بطولها بالسبعين هنا إنما أراد به طول هذه السلسلة حتى تلتف بجسده كله ولا يبقى منه شيء. ثم بين الحق جل شأنه سبب هذا العذاب فقال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أي ما سبق من العذاب إنما سببه أنه كفر بالله ومات على كفره، ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث الناس على إطعام ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين، فلا هو الذي قام بحق الله فآمن، ولا هو الذي أدى حق الناس بإيصال المنافع إليهم، فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له قريب ينفعه أو يدفع عنه عذاب الله، إذ تتقطع الأنساب يومئذ، ولا طعام إلا من غسلين، ليس له طعام في جهنم إلا الغسلين، وهو ما يسيل من أبدان أهل النار من الدم والصديد، وهذا الطعام لا يأكله إلا الخاطئون، وهم الذين ارتكبوا أشنع الأخطاء وأقبحها وأولى هذه الأخطاء، إنما هو الشرك بالله. ثم يقسم الحق جل شأنه بجميع المخلوقات على أن القرآن حق، لأنه تنزيل من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. فقوله فلا أقسم إنما هو إثبات للقسم، وهذا القول
والقول بأنه إثبات للقسم وليس نفيا للقسم إنما هو قول القول المشهور بين المفسرين. ومعنى قوله ما تبصرون أي ما تشاهدون من الخلائق، ومعنى ما لا تبصرون أي ما لا تشاهدون من الخلائق، فهو قسم بجميع المخلوقات التي نراها والتي لم نرها. جواب القسم قوله إنه لقول رسول كريم، أي إن القرآن قول الله أنزله على رسوله وقد بلغه رسول الله إليكم. فنسبة القرآن للرسول إنما هي نسبة تبليغ لا نسبة إنشاء. والمراد بالرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يراد به جبريل عليه السلام، فكلاهما أي كل من محمد وجبريل رسول الله تبارك وتعالى، وكلاهما قد بلغ ما أمره الله بتبليغه. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر؟ فما زعمتم أيها الكفار أن القرآن شعر؟ فإنه زعم باطل، إذ إنكم لم تؤمنوا به أصلا، ولا بقول كاهن، والكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بوسوسة من الشياطين. فإنكم ما تتذكرون أصلا، ولكن القرآن جل وعلا تنزيل من الله خارق الكون ومدبر أمره. وما كان لمحمد أو لجبريل أن يزيد عليه شيئا أو ينقص منه شيئا أو يغير أو يبدل فيه شيئا، إذ لو فعل ذلك لعجل الله بعقوبته في الدنيا. ولذلك قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فمعنى أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين معناها أهلكناه. فخرج الكلام مخرج الإذلال تمثيلا له بما يفعله الملوك بمن يكذب عليه. والوتين هو نياط القلب، وهو العرق الذي علق فيه القلب. فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لا يقدر أحد منكم أن يمنعه منا أو يحجزه عنا. والمراد بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغ عن ربه، بدليل أنه سالم من كل مكروه. وإنه لتذكرة للمتقين، أي إن القرآن عظة وذكرى لمن يخشى الله ويطيع أمره وينتهي عما نهى عنه. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي إن مع وضوح الحجة فإنه لازلتم تكذبون لفرط حبكم للدنيا وكراهتكم للحق. وإنه لحسرة على الكافرين، أي إن هذا القرآن سبب لحسرة الكافرين لما فيه من الإنذار والوعيد الشديد. أو إن المراد إن هذا التكذيب حسرة على الكافرين. فالضمير في قوله وإنه يحتمل أن يعود إلى القرآن، ويحتمل أن يعود إلى التكذيب. وإنه لحق اليقين، أي إن القرآن صادق لا مرية فيه. فسبح باسم ربك العظيم، نزه الله عما ينسبه إليه الكافرون، واشكره على ما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.